ثمن المجلس الأعلى للصحة موافقة مجلس الوزراء الموقر على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي للمجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وقيادي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس. أكد المجلس الأعلى للصحة أن قرار مجلس الوزراء الموقر يعكس حرص القيادة الحكيمة على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة في القطاعين العام والخاص. في هذا السياق صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم علي النواخذة بأن المجلس بحث تقرير لجنة التدريب بخصوص تدريب الأطباء الجدد، حيث قدمت اللجنة برنامجا تدريبيا مفصلا لتسهيل انخراط الأطباء في سوق العمل، وأقر المجلس من حيث المبدأ توصيات اللجنة. سيتم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع التصور النهائي بشأن خطة التطبيق.